أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن إطلاق أكبر محطة لتحلية المياه على مستوى العالم بتقنية التناضح العكسي وبتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار. هذا ومن المتوقع بدء عمليات التشغيل التجاري للمشروع في أكتوبر من عام 2021. وقالت الهيئة إن مشروع تحلية المياه في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي يمثل أكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم، داعية المطورين لإبداء الاهتمام لتنفيذ هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل والذي تطبقه الهيئة ضمن برنامج الخصخصة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث ستمتلك الهيئة نسبة 60% من أسهم المشروع، في حين سيمتلك المطور من القطاع الخاص نسبة 40% المتبقية. وللحديث أكثر حول هذا المشروع تنضم إلينا في الاستوديو السيدة داليا صبغة الشريكة في غلف انتليجنس. أهلا بك معنا داليا. عم نتحدث عن مشروع يمكن فكرته قائمة منذ عام 2002، والآن وصلنا إلى مرحلة التطبيق ببناء أكبر محطة لتحلية المياه على مستوى العالم ستقوم بها إمارة أبوظبي. ما أهمية هذا المشروع الآن بالنسبة للإمارة؟ وأيضا يعني إذا ما تحدثنا عن أهمية توفير المياه المحلاة بالنسبة لإمارة أبوظبي. Yes, that's right. نعم تماما. إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أعلنت عن هذا المشروع الأكبر لتحلية المياه عالميا بتكلفة 1.2 مليار سيتم الانتهاء من بنائه بحلول 2021. لهذا المشروع قيمة كبيرة، فأولا سوف يتم بناء محطتين لتحلية المياه على المستوى العالم، وهما أكبر محطتين. سوف يتم إنتاج 200 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، وهذا مهم للمنطقة أبوظبي. إن المملكة العربية السعودية أيضا تعمل على استخدام تقنية التناضح العكسي على غرار أبوظبي. هذا مهم جدا لأن تقنية التناضح العكسي ذات تكلفة أقل واستخدام أقل للطاقة مقارنة بالاستخدام التقليدي للطاقة غير المتجددة في الإمارات العربية المتحدة. إن تكلفة تقنية التناضح العكسي هي نصف تلك لمصادر الطاقة التقليدية لتحلية المياه. إن تحلية المياه تنتج 99% من مياه الاستخدام واستهلاك مياه الشرب في الإمارات العربية المتحدة، لذا هذا المشروع مهم جدا. يعني نفهم من ذلك بأنه هذا المشروع أيضا قد يؤدي إلى عملية تخفيض تكلفة استخدام الطاقة التي عادة تستخدمها الإمارة أبوظبي بإيجاد المياه المحلاة تقليديا. نعم تماما. تقنية التناضح العكسي هي أحد التقنيات التي يتم استخدامها لمحاولة تقليص استخدام الطاقة في عملية تحلية المياه. إن إمدادات المياه في الإمارات العربية المتحدة تشهد ضغطا كبيرا. الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية لديها أعلى نسبة استهلاك للمياه للفرد عالميا. منطقة الخليج مثلا المملكة العربية السعودية تستهلك 9 مرات إضافية عن معدل استهلاك المياه للفرد عالميا، والإمارات العربية المتحدة أيضا أبوظبي يقدر أنها تستهلك وسوف يرتفع طلبها على المياه بحوالي 30% في السنوات 15 عام القادمة. كل هذا الطلب يأتي من ارتفاع في الثروات والطلب على السلع التي تتضمن المياه. لما تحلية المياه مهمة؟ تحلية المياه مهمة لأنها تسمح لنا بتأمين إمدادات مياه للشرب بتكلفة أقل في الإمارات العربية المتحدة. من المهم جدا أن الحكومة تجد الحلول لتقلص من استخدام الطاقة في تحلية المياه، وهذا ما يحصل. يتم استخدام تقنيات مثل تقنيات التناضح العكسي وحتى الطاقة الشمسية وطاقة متجددة أخرى، وهذا ما تركز عليه حكومة الإمارات العربية المتحدة. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنوي إنفاق 160 مليار دولار أمريكي خلال السنوات 30 والأربعين العام القادمة على مشاريع الطاقة المتجددة. المملكة العربية السعودية أيضا من أحد أكبر مستهلكي المياه في المنطقة، ولديها نفس البيئة الضاغطة لاستخدام المياه واستهلاكه هنا في المنطقة. ما
بحلول 2040 يحاولون أن يؤمنوا 40% من احتياجاتهم للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وهذا سوف يقلص من الضغط على استخدام واستهلاك المياه في دول مجلس التعاون الخليجي. يعني واضح أن الهدف هو تعزيز الأمن المائي من خلال هذا المشروع لإمارة أبوظبي، ستمتد إلى أعوام طويلة من توفير المياه المحلاة سيدة داليا، لكن أكيد رح يمر المشروع بعدد من التحديات. ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم على مستوى العالم؟ إن الإمارات من منتجي الطاقة، تنتج 2.8 مليون برميل من النفط يوميا، وبالتالي إن استخراج هذا النفط يضغط بشكل كبير على مياه السطحية من كافة النواحي. إن استخدام التقنيات الجديدة على غرار تقنيات التناضح العكسي ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى مهمة جدا للحفاظ على المياه وتقليص نسبة استهلاكها، بالإضافة إلى نسبة استهلاك الطاقة بشكل عام داخل البلد. هذه هي الفائدة من هذا المشروع، دون أن ننسى أن الحكومة الإماراتية تأخذ أكثر من مبادرة في إطار مشاريع الطاقة النظيفة مثل هذا المشروع، وتدير أيضا الجانب الخاص بالطلب على الطاقة وعلى المياه. فنحن نشهد جهود كبيرة تبذلها المنظمات مثل مصدر الذين يطورون تقنيات استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، والحكومات أيضا التي تحد من استهلاك الطاقة، استهلاك المياه، تشجع الاستثمارات من القطاع الخاص في مشاريع مثل هذا المشاريع ومحطة تحلية المياه للحفاظ على المياه وتأمين الأمن المائي للدولة. وأشكرك سيدة داليا صبغ الشريكة في جلف انتليجنس، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا على كل هذه المعلومات.